السنة التي غابت عن كثير من الناس ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة أنه قال: خرج حويصة بن مسعود وعبد الله بن سهل إلى خيبر في جهد أصابهم اليهود، فتفرق واحد راح من اليمين يدور على شغل، والثاني راح من الشمال يدور على حطب. قال: فأتي محيصة بن مسعود وقيل له: إن عبد الله بن سهل قتل وألقي في بئر. فقال فأتى يهود وقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: ما قتلناه. فأتى محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله المقتول، وحويصة ومحيصة ابن عمه، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحدث الخبر أننا وجدناه مقتولا. فقال عليه الصلاة والسلام: إما أن يدوه أو يأذنوا بحرب، يعني يدوه يدفعوا ديته. فكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بهذا الشأن، فقالوا: إنا والله ما قتلنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة وقال: إما أن تحلفوا، وفي لفظ 50 يمينا، وتستحقون دم صاحبكم، وفي لفظ يدفع إليكم برمته، يعني بحبله، لتفعلوا فيه ما تشاؤون. فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى ولم نحضر في بعض الألفاظ؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذن تبرئكم يهود 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا يعرفون من قتل. فقالوا: يا رسول الله، قوم كفار، وفي لفظ غير مسلمين، وفي لفظ قالوا يهود يا رسول الله، يعني قالوا الحرام احلف، فدول يهود، يعني اكتفوا بهذا اللفظ، يهود يا رسول الله يحلفوا على مال النبي، فخلاص ما عاد قدامهم حيل. إما أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقون دم هذا الرجل المقتول دون أن يعينوا القاتل، ما يعرفوش من هو، وإما أن تحلف يهود 50 يمينا أنهم ما قتلوه وتبرأ ذمته. المهم، وقف الأمر عند هذا الحد، فوداه رسول الله يعني أخرج ديته من بيت المال. هذا الحديث أصل في باب في الفقه الإسلامي اسمه القسامة، والقسامة باب يدرس في الجنايات، ولا يوجد الآن أبدا، إن بس نقوله لأنه سنة من وفعل وهدي من رسول الله وحكم من الله جل وعلا على لسان رسول الله، على المسلمين أن يعرفوه، وإلا فلا يطبق تقريبا نهائيا لا في بلادنا ولا حتى في السعودية لا تطبق الشريعة المفترض. هذه الآن المسألة يكون بين قوم وقوم عداوة، ثم يقتل شخص، هم يعلمون قطعا أن القاتل من هذه القبيلة بموجب اللوث، اللوث هو القرينة الظاهرة على العداء. الآن يوجد في الصيد يسمى إيه؟ الطار، يوجد يعني يوجد من حيث هو، لكن الحكم الشرعي لا يطبق. فيقول: نحن نعلم أنه قتل هناك، أنه قتل في هذه القبيلة، لكن من قتله لا نعلم، إنما قطعا منهم. لذلك قال: قتلته اليهود. مين من اليهود؟ الله أعلم، لكن نحن عارفين عداءهم. فقالوا: إذن خلاص يحلفوا 50، إنه ذلك وهي أيمان مكررة في دعوى قتل مقتول أو معصوم، عفوا، أيمان هذه القسامة، أيمان مكررة 50 يمين في دعوى قتل معصوم، عندكم حد يشهد عليه؟ قال: لا، ما نعرف. تحلفوا المدعي وعصبته كلهم 50 يمينا، 50 واحد، تجيب 50 راجل أمامك ولاد أمامك وإخوانك ولاد إخوانك كل العصب. مثل هذا التكاثر يعطي حالة من الخوف من الله جل وعلا. 50 واحد هنحلف إنه قتل في هذه المكان، في هذا المكان،
مين القاتل ما نعرفوش، ويمكن أن نعين شخصا وبس. طب ما القرينة، ما في العداء السابق؟ فخافوا، قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فوجه النبي صلى الله عليه وسلم اليمين لمن؟ للمدعى عليهم، لأن الأصل أن اليمين، أن البينة على المدعي. طيب ما في عندي بينات؟ قال نقيم 50 يمينا مقام البينة إن استطعتم. واليمين مغلظة مخيفة. الآن في مصر في القضاء المصري يقول قل والله العظيم أقول الحق، ده كلام ساذج. اليمين المغلظة ترعب الجاني المدعي بالباطل. في كتب الفقه ما فيش حاجة اسمها والله العظيم أقول الحق، يقول له لا، يؤتى به يوم الجمعة بعد صلاة العصر عند المنبر، شوف تغليظ، ويقال له احلف على أن أفقد بصري وولدي ومالي وزوجي وأمي وأبي وصحتي أني صادق، ثم احلف اليمين. يقول جامع كبير من القضاء ما يمكن يحلف هذه اليمين أحد أبدا، يترعب. قل احلف أنت عندي يوم جمعة وبعد العصر صلاة العصر وعند المنبر، وهذا التشديد والتغليظ حتى تعلم صدق اليمين من عدمه. يقول والله ولو صاحب حق يتراجع من خوفه من اليمين، يكون في عنده شبهة ولا شوف أفقد نصري ونظري وصحتي وأولادي وزوجي، إيه اللي والله العظيم الحق؟ عيال ما تعرفش، ما عندهاش أدنى ضمير، يحلف 100 يمين وشهاد الزور واقفين على أبواب المحاكم. إنما لو يقيمون الشريعة بهذا النص المحكم وهذا الفقه العميق لعلموا أن تظهر الحقوق. على كل حال الصحابة عندهم من الورع والديانة ما يمنعهم، قالوا إذا نوجه نفس 50 يمينا لمن؟ لليهود، لأنه الآن اليمين توجه ابتداء للمدعي. قل أنت معك بينة، لا طيب نخلفه، ده لو كان الأمور عادية، لكن في دعوة قتل معصوم توجه لهم اليمين ابتداء، مع أنها أصلا توجه لمن لأقوى المتداعيين اللي هو المدعى عليه ذمته بريئة فجانبه أقوى. لكن هنا يقول لك أنا عندي أحلف 50 يمين، هذه أحسن من شهادات وأحسن من بينات. قالوا لا ما نحن، قال خلاص نوجه اليمين الآن للمدعى عليهم اليهود، والله حلفه الحمد لله. طب إن قالوا ما نحلف، إن قالوا لا نحلف، يقول أهل العلم يقضى عليهم بالنقول، لأن الأمر يا يهود ميسور، احلف ما أتناش 50 يمين، التاني بيقول هنحلف إنه قتل فيخاف، لكن أنت هتقول ما أتناش ما قتلنا، احلف 50 يمين. قالت اليهود لا ما نحلف، هنا يقضى عليهم بالنقول، ما الذي يمنعكم من الحلف؟ هنا الحلف على البراءة، التاني الحلف على الدعوة على قتل، فكونوا امتنع واجد، انما انت تمتنع لماذا؟ ولذلك قال اهل العلم فيقضى عليهم بالنقول، يعني امتناعهم يسمى النقول، نكر على اليمين يعني امتنع، فامتناعهم قرين على انهم فيهم بلى، يحلف اني ما قتلناش وخلص. طيب حلفوا ان احنا ما قتلنا وخمسين يمينا تبرأ ذمتهم، طب دم المقتول فين يروح؟ هنا لابد ان يودى من بيت المال، وهذا ما فعله النبي عليه السلام. ولذلك قال اهل العلم ان القسامة يمكن استعمالها عندما تقام قرينة على العداء، قال ويلحق به ما إذا شهد جماعة ممن لا تقبل شهادتهم في الدماء، كما لو شهد جماعة أطفال أو نساء أن فلانا القاتل، فإن اطمأنت قلوب أصحاب الدم الأولياء فلا بأس أن يحلفوا على شهادة هؤلاء متى اطمأنوا لهذه الشهادة. باب القسامة باب مهم بكل أسف لا يكاد يطبق في العالم الإسلامي، لكن أنت كمسلم يجب أن تعرف احتواء الإسلام لكل الأحكام بفضل الله تعالى.